أهلا بكم، أنا أبانوب خلف من باست أكاديمي وهقدم لكم مادة الإي كوميرس. في المادة دي هنتعلم حاجات رائعة جدا، زي مثلا إزاي أنشئ بيزنس أونلاين، إزاي أعمل تجارة إلكترونية، وإزاي أعمل بيزنس أونلاين من بيتي وأنا قاعد في بيتي. فالمادة تستحق المذاكرة وتستحق التعب وتستحق اللي الواحد يقوم بمجهود عليها. فتعالوا النهاردة نعرف هنتكلم في إيه في الشابتر 1. المادة مادة طويلة ومادة جميلة، ماشية معانا بالتدريج واحدة واحدة. هنبدأ النهاردة نتكلم عن البيزنس والتكنولوجي والسوسايتي بطريقة بسيطة خالص، علشان شابتر 1 بيكلمنا عن الانترودكشن، انترودكشن تو اي كوميرس، مقدمة عن الاي كوميرس. تعالوا نبدأ ونشوف انترودكشن تو اي كوميرس هي عبارة عن ايه. الاي كوميرس عبارة عن انا بفتح مشروع اونلاين، او حد بيفتح مشروع اونلاين وانا بشتري منه، نفس فكرة سوق دوت كوم او امازون بالظبط. سوق دوت كوم بتعمل ايه؟ حد بيبقى عنده منتج، بتقول له هات نرفعه لك، يعطينا المنتج ده نرفعه لك عندنا على الويب سايت بتاعنا. بيرفعوا المنتج على الويب سايت وبيعملوا اعلانات على كل منصات السوشيال ميديا او اعلانات في اي مكان. بتخش حضرتك كزبون او كعميل تشوف في الاعلان ده، بعد ما يعجبك الاعلان ويعجبك محتواه بتخش تشتري اونلاين. ده بقى كده اسمها اي كوميرس، تجارة الكترونية. هم عرضوا المنتج الكترونيك وحضرتك اشتريت المنتج الكترونيك، والمنتج بيوصلك فعلي لحد باب البيت. يونيك فيتشرز اوف اي كوميرس، حاجه مهمه قوي نعرف اليونيك فيتشرز اوف اي كوميرس تكنولوجي. اول حاجه يوبيكويتي. يوبيكويتي يعني بقى وجوده في كل مكان. انا من بلدي اقدر ابيع منتج لكل بلد في العالم. الصين بقت تقدر تبيع لك منتجات في بلدك في بيتك. زمان كانوا بينزلوا مناديب الصينيين يلفوا على البيوت، يروحوا بيت بيت ويعرضوا منتجاتهم، دلوقتي بقى الموضوع اونلاين. جلوبال ريتش، بقى فيه وصول عالمي، اقدر اوصل لاي حد في العالم ويقدر يوصل لي. يونيفرسال ستاندردز، بقى فيه كمان معايير عالميه تحكم التجاره الالكترونيه. ما ينفعش حد ياخد صوره من منتج حد ويعرضها عنده، لان دوت بيعمل حاجه اسمها حقوق الطبع والنشر، اختراق لحقوق الطبع والنشر او انتهاك حقوق الطبع والنشر، ودي بقت كارثه. بقى في معايير عالميه نقدر نتعامل عليها as an e-commerce as e-commerce worker. number 4 information richness، ثراء المعلومات. بقى في معلومات ضخمه جدا عن اي منتج، واقدر اوصل للمنتج ده واشوف ناس بتعمل ريفيو للمنتجات واعرف اخد رايهم فيها، ويعملوا كمان ريفيو للسيرفيسز. بقيت اقدر اتحكم في كل ده واقدر اشوف كل ده واقارن واخد قرار او تيك ان اكشن بتاعي. تايبس اوف اي كوميرس، مهم قوي اعرف المعلومه دي، دي حاجه ثابته معايا، مهم جدا الجزئيه دي، مهمه قوي في الشابتر تايبس اوف اي كوميرس، عشان دي هيترتب عليها حاجات كتير بعد كده في المنهج بتاعي. انواع الاي كوميرس ايه؟ احنا هناخد الست انواع بس هنركز على الثلاثه دول لانهم اهم ثلاث انواع في الاي كوميرس. اول ثلاث انواع هم اهم ثلاث انواع. اول نوع بيزنس تو كونسيومر، شركه بتبيع لمستهلك، يبقى من بيزنس من شركه تو كونسيومر لمستهلك، زي شركه اوبر بتبيع خدمتها للمستهلكين. انا واحد محتاج سياره او محتاج عربيه بطلبها، الشركه بتقدمها لي، يبقى الشركة لكونسيومر لمستهلك. النوع الثاني نوع مهم جدا، بزنس تو بزنس، من شركة لشركة. زي ايه؟ زي سوق وامازون مثلا. امازون هي الشركة الكبيرة، شركة بزنس بتقدم خدماتها لشركة سوق، وسوق بتحط عليها هامش ربح لان سوق وكيل لامازون، فبقت سوق تاخد من امازون وتبيع للزبون، يبقى ده بي تو بي بزنس. بي تو بي بزنس تو بزنس، شركه بتبيع لشركه عشان الاثنين يستفادوا طبعا بهامش ربح او بتغيير في المنتج او الخدمه. كونسيومر تو كونسيومر، يعني ايه كونسيومر تو كونسيومر؟ انا واحد رحت اشتريت منتج والمنتج ده مثلا عجبني، بروح اشتري منه 10 قطع كمان، انا كده كونسيومر بشتري منه 10 قطع كمان من غير ما اكون شركه ومن غير ما اكون كيان او اي حاجه. عجبني العشر قطع، اروح لاصحابي او لزمايلي اقنعهم بالعشر قطع اللي اشتريتهم ويشتروهم مني واحط هامش ربح عليهم، بقى ده كونسيومر. انا اصلا مستهلك ببيع لمستهلك تاني، كونسيومر تو كونسيومر. او زي اوليكس،
فكرة OLX أو OLX نفس الفكرة بالظبط. أنا معايا شيء مستعمل ببيعه لواحد تاني هو كمان مستهلك، يبقى أنا مستهلك وهو مستهلك، consumer to consumer. طب التلات أنواع التانيين موبايل إيكوميرس إم كوميرس، موبايل إيكوميرس ما إم كوميرس، التجارة اللي بتتم عن طريق الموبايل، تجارة إلكترونية متنقلة عن طريق الموبايل، زي ما قلنا التطبيقات بتاعة سوق أو بتاعة أمازون. سوشيال إيكوميرس بقى فيه كمان تجارة مجتمعية، دي يعني اللي أنا أعملها على الويب سايت مثلا بتاعي، أو اللي أنا أعمل تجارة على السوشيال ميديا بتاعتي، أرفع على الويب سايت بتاعي أو على السوشيال ميديا بتاعتي الناس تشوفها، فدي بقى تجارة مجتمعية بين المجتمع اللي أنا فيه بس. لوكال إيكوميرس بقى الموضوع كمان محلي، أقدر أعمل تجارة محلية. فأهم ثلاث أنواع عندنا في الجزئية ديت هم الثلاث أنواع الأوائل دول، والدول برضو مهمين لكن تركيزنا الأكبر هيكون على أول ثلاث ايه أنواع. كمان بزنس إي بوك سيلز، مبيعات بقى الإي بوكس عاملة إزاي، هنا الريفينيو وهنا التوتال بوك سيلز وهنا الريت اوف جروث. هنا السيلز بتزيد، هنا السيلز أهي بتزيد طبعا مع الوقت. في 2012 الريفينيو كام؟ 3.4، هنا ابتدى يزيد بيزيد بيزيد، هنا ابتدى يستقر إلى حد ما بزيادة بسيطة، وزيادة طبعا معقولة جدا لأنه هو وصل للقمة في 2019 يعني، فزيادات معقولة جدا. وهنا طبعا الريت اوف جروث، النمو يعني معدل النمو بيقل طبعا، هنا معدل النمو هنا بصوا بقى قد ايه، زاد 0.1، 1%، فمعدل النمو هو اللي ضعيف شوية، لكن النسبة أو الريفينيو لحد ما معقول جدا كمان. جدا. بكل بساطة في حاجة اسمها US Ad Spending on Social Networks، الإنفاق الأمريكي على الشبكات في 2017. الإنفاق بقى كانت أمريكا بتصرف كام على الشبكات دي؟ طبعا كانت أكبر حاجة عندها وصولا كانت الفيسبوك، بتصرف 17.4 بليون دولار، فده طبعا كان رقم كبير جدا. واللي وراه على طول ممكن انستجرام، 3.1، بعدين تويتر، بعدين لينكدين، بعدين سناب شات، بعدين بينترست. فده مصاريف أمريكا على السوشيال نتوركس اللي عندها في سنة 2017.